وخصوصا في الكرات السلة. معانا طبعا جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بنشوفها في كل مكان حوالين فندق الاقامه وملعب المباراه، وهتلاقي ان شاء الله ال 2500 متفرج اللي قال عليهم كريم بمثابه ال 50 60 الف مغربي اللي في ملعب او مركب محمد الخامس. لعيبه زي ما قلت لحضراتكم في قمه التركيز، ما بنبصش بقى مين يلعب ومين هيقعد احتياطي ومين هيبقى بره القايمه خالص، لا الجميع فعلا النهارده على قلب رجل واحد وبيحفزوا بعض، لان المصلحه واحده، المصلحه في الاخر كلنا بنبص لها اللي هي مصلحه النادي الاهلي. كمان وجود الكابتن محمود الخطيب زي ما قلت لحضراتكم بيبقى ليه دور كبير جدا 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 في تحفيز الجميع، ما بيديش ضغوط، بالعكس بالعكس هو بيحفز اللعيبه. ويمكن شفناه كتير جدا جدا في بعض المباريات المصريه معاهم في كل خطوه علشان يسهل لهم ويذل لهم اي عقبات قدام اي حد في البعثه. وفي نفس الوقت انا كلعيب لما اشوف معايا رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره حواليا بيساندوني وبيدفعوني ان شاء الله باذن الله لتحقيق الحلم الكبير ان احنا ناخد البطوله النهارده، حاجه بتفرق معايا نفسيا ومعنويا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الكابتن حسام غالي رئيس البعثه قايم بدوره على اكمل وجه، وباقي اعضاء المجلس المتواجدين خالد مرتجي امين الصندوق، طارق قنديل، محمد سراج، محمد الجرحي اعضاء المجلس. يمكن كان النائب العمري فاروق كمان كان هيروح ولكن عنده بعض الاسباب، لكن احنا طبعا شايفين جماهير النادي الاهلي العظيمه. وبقول لكم ايه، طب ما تيجوا نشوف كده صوت الجماهير من هناك شكله ايه، تعالوا نروح نسمع صوت الجماهير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.